تطعيمات أو الباكسينز أو يسموها اللقاحات، هذه خاصة في الحوامل أو الفرس اللاقح أو اللاقح أو الباطح يسموها. فهذه الفرس تحتاج أن قبل التشفيت نرفع من درجة مناعتها للأمراض المعدية الفيروسية والبكتيرية قبل أن نسفدها، حتى نرفع المناعة عندها، لأنه ننتظر عند الولادة، فالجنين يجب أن يمتلك المناعة الكافية من خلال تناوله اللبن بعد الولادة. أما ما يخص تطعيم الفرس اللاقح أثناء الحمل، يفضل عدم، إحنا بالنسبة للعام يفضل عدم إعطاء للفرس أي شيء، ولكن إذا كان ولا بد أن نرفع المناعة لهذه الفرس لأسباب المواليد الجديدة، نرفع مناعتهم، فما نعطي أي شيء بالثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وإنما بعد ثلاثة أشهر نقدر ننطي التطعيم حتى نرفع المناعة، خاصة بالشهر الأخير من الحمل، فنرفع المناعة بشكل يناسب أن يعطي أجسام مضادة إلى الوليد، وقلنا من خلال الرضاعة أو رضاعة اللبن الذي يمتلك هذه المضادات من الأم، فتنتقل من الأم إلى الوليد. ولا ننسى أن الوليد له القابلية أن يمتص هذه الأجسام الكبيرة نسبيا بالثمانية عشر ساعة الأولى، لذلك من الضروري جدا أن نرضع المواليد أو الأمهار الجديدة خلال هذه الفترة من اللبن، لتستفيد وترفع مناعتها بالشكل اللي يوقيها من الأمراض المختلفة. وطبعا الأمراض والتطعيم حسب المنطقة اللي تتواجد بيها الخيل، وما هي الأمراض المسجلة، حتى نقدر نعطي التطعيم المناسب إلى هذه الفرس المعينة. شكراً.